السلام عليكم الإخوان، كيمتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحسن الأحوال. كنعتذر منكم لأن كنتعطلوا عليكم بزاف، لأن واقعين شي مشاكل هنا عندي مع الإدارة ديال اليوتيوب. المهم ندخلوا في صلب الموضوع الجديد، اللي هو بزاف ديال الناس كيبغيو يسردوا لي فيديو، شي فيديو طويل الأصدقاء ديالهم، العائلة ديالهم، ولا صحابهم، وكتحرف لهم. يعني انتم كتعرفوا باللي الواتساب ما كيعطيكش تسرد فيديو طويل، كيعطيه لك طريفات. ولكن اليوم انا جبت لكم طريقه باش تسرد فيديو واخا يكون فيه شحال ما كان، طويل كيما كان، وبغيتي تسرد الاصدقاء ديالك ولا العائله ديالك ولا اي واحد، انا غادي تسرد. خليكم معنا الاخوان وتشوفوا الطريقة كيفاش. طريقة سهلة بزاف بزاف، خليكم معايا تشوفوا. نجيو، هذا هو الواتساب، وغنختارو واحد الرقم من هادو. نجيو لهنايا، ياك غنكليكيو، كليكيو حنا في البطاء ديال لي فيديوز. هاهما لي فيديوز، هادو الفيديوز كيما كتشوفوا. كاين فيديو مثلا عندي هنايا طويل، هذا طويل شويش، يقدر يعطيني، شوفوا شي واحد طويل عليه، بس تأكدوا بعينكم وتشوفوا. دابا عتبغي تسرد نتينا فيديو طويل، عتختار قبل ديك فيديو طويل، عتختار واحد الفيديو، مي عتدخل لهنا تختار واحد الفيديو قصير، يكون قصير بزاف. حنا غنختارو هذا، إن هو شي واحد عقصر بزاف، غنختارو هاد الفيديو. هذا فيديو قصير، ياك. كنجيو هنايا لتحت كيما كتشوفو، هاد الخانة هادي بيضاء اللي كتشوفو فيها مربعات، بحال اللي كتقولك تسكي باش تزيد فيديو آخر، هي كتسكي. دابا غنختارو فيديو طويل، فيديو طويل هاهو الإخوان كيما كتشوفو، غنسكي واحدة، ياك. غنعملو إنفواي، إرسال باللغة العربية. حنا غنسكيو عليهم، خليوها هاهي بدات كتشارجا. هذا الفيديو الاولاني، هذاك اللي قصير، هاهي بدا يتشارجا. هذا الثاني اللي طويل، غادي نوقفو هذا، نمسحو هذا ونخليو هذا كيمشي. ها هو فيديو مشى مكمل، ساهل الامر، ما كاينش شي صعوبه. يعني جبت لكم واحد الحل اللي هو سهل بزاف، وبزاف ديال الناس راه جبرهم كيبقشوا عليه، بزاف ديال الناس محرفه لهم في كيفاش يعملوا يسردوا فيديو طويل في الواتساب. حنا جبنا لكم الحل اليوم ان شاء الله. المهم خليكم معنا حتى تشوفوا لي فيديو بالعين ديالكم، باش ما تقولوش كنكتبوا عليكم ولا كنجيبوا شي حاجه اللي ما كايناش، عيب باش نطلعوا لي فيو. دابا انا وقفت فيديو اللي قصير، اللي يعني اصلا ما خصنيش نسردو، هذاك فيديو قصير وقفته. هذاك دخلت هو الاولاني عيب باش دفعت به فيديو لعيب شي ثاني. فيديو طويل هذاك كتجي كتعمل له هذاك، كتمسحو من عندك ومن عندهم، باش ما يمشيش، لان كتكون ديجا انت ما خصكش داك الفيديو هذاك تسردو. الفيديو المهم اللي خصك تسرد هو هذا طويل مثلا، فيديو طويل. ها هو ماشي، شوفوا شحال فيه، فيه جوج دقايق وواحد وخمسين، يعني تقريبا 3 دقايق، تقريبا 3 دقايق ناقصه شي حاجه، وتكون فيه حتى 4 5 6 دقايق 7 دقايق راه غيمشي. الطريقه جد سهله الاخوان، والله العظيم طريقه سهله بزاف. انا قلت لكم ما عليكم الا تبقاو معايا، نتسناو غير الكونيكسيون تعاود شويش، كتر الجي مشات هي رجعات تروج الاش بليس، يعني اش بليس رجعات هي تروج جي، وديك النجمة زائد كتكون كونيكسيون معدومة بزاف. كما كتعرفوا اورانج، كونيكسيون اورانج لا علاقة. والله الاخوان تسناو معنا باش تشوفوا هاد الطريقة، هادي سهلة بزاف، انا جبت لكم في ما كاين شي طريقة ان شاء الله، شي حاجة عيدة فهادشي السوشيال ميديا اللي صعبت على الناس وصعبت عليكم. انا نحاول دائما نبحث عليها وماشي مشكل، ونجيب لخوتي الحباب الناس ديالنا العزاز. الاخوان ها هو فيديو سهله،
يعني وخا طويل المشا هو مكمول. المهم اخوان نتوما ما تنساوناش يمشي الاشتراك ديالكم، تشتركوا عندنا في القناه، تفاعلوا معنا باش تفاعلوا. الله يرضى عليكم، راه التفاعل ديالكم هو اللي غيخلي الاداره ديال يوتيوب ما تبقاش يتوقف لي الميزه ديال الارباح، ما تبقاش يتعنكرني بزاف. راه رجعت معنكل مع هاد القناه دائما. المهم انا قلت لكم جديد دائما نجيبو لكم، هذا هو الفيديو اللي جبت لكم، وراه بزاف بزاف كنظن كاملين كتحتاجوا هاد الفيديو هذا. والسلام عليكم.